السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم قواعد اللغة العربية للصف الثاني متوسط. راح نشرح موضوع الحال، طبعا نشرح الدرس ونحل التمارين. الحال، شنو المقصود بالحال؟ مثلا هنا نذكر حال الشخص، وكذلك مثلا نذكر حال الأشياء. حال الشخص، مثلا هذا الشخص في هذه اللحظة هل هو مسرورا، ضاحكا، باكيا، حزينا، متعبا؟ فهذه الكلمات توصف حالة الشخص في هذه اللحظة. كذلك بالنسبة للأشياء، مثلا عندنا السيارة، مثلا نقول سيارة مسرعة، سيارة بطيئة. فهنا شنو سوينا؟ ذكرنا حالة السيارة في هذه اللحظة، شنو كانت حالتها؟ فهذا المقصود بالحال. صار واضح؟ فمن نريد نعرف الحال، نقول هو اسم منصوب نكرة يبين هيئة الاسم المعرفة الذي قبله عند حصول الفعل. يعني الحال أول شيء شروطه هو اسم. الحال هو اسم، هذا الاسم طبعا هو نكرة، الاسم نكرة، وإحنا عرفنا شنو الاسم النكرة والمعرفة من صف السادس ابتدائي. اسم نكرة، ويكون منصوب. اسم نكرة منصوب، يعني شلون المفاعيل دائما المفعول به يكون منصوب، والمفعول المطلق والمفعول فيه دائما منصوب، الحال كذلك دائما يكون منصوب. إذا عندنا الحال هو اسم منصوب نكرة، شنو يبين؟ يبين هيئة الاسم المعرفة الذي قبله عند حصول الفعل، يعني يبين هيئة الشخص شلون كانت حالته، كذلك يبين حالة الشيء. زين، صاحب الحال هو اسم المعرفة الذي تبين الحال هيئته عند حصول الفعل. يعني الحال يبين حالة صاحب الحال، شنو كانت حالته، شنو كانت حالته. هسه راح نوضح في هذه الأمثلة، مثل جاء محمد ضاحكا. هنا عندنا صاحب الحال هو محمد، شلون الهيئة مالته من جاء، شنو كانت الهيئة مالته؟ كان ضاحكا. إذا هنا عندنا ضاحكا هو الحال، ضاحكا هو الحال. طبعا هنا نشوف توفرت فيه الشروط، أول شيء هنا عندنا اسم نكرة، زين، وكذلك منصوب. فهنا اسم نكرة ومنصوب، وبين حالة الاسم المعرفة اللي هو صاحب الحال. فصاحب الحال يكون معرفة، دائما يكون معرفة، واحنا نعرف شنو يعني المعارف، يا اما يكون معرف بآلي، يا اما يكون اسم علم، يا اما يكون اسم علم لمكان. فهنا عندنا صاحب الحال يكون دائما معرفة، والضاحكا اللي هي الحال يكون نكرة. صار واضح؟ اذا هنا عندنا الحال هو ضاحكا، يعني محمد من جاء شلون كانت الهيئة مالته؟ كان ضاحكا. اذا ضاحكا هو الحال. إذا من علامات الحال إنه يكون اسم نكرة، هنا عندنا اسم نكرة ما دام بها تنوين طبعا هي نكرة، اسم نكرة ومنصوب، دائما يكون منصوب، وبين هيئة صاحب الحال. زين، صاحب الحال يكون معرفة، صاحب الحال يكون معرفة. زين، كذلك من علامات الحال، يعني شلون أعرفه إنه أتأكد إنه هذه ضاحكة هي حال؟ أسأل بكيف، فإذا كان جوابا لكيف إذا هو حال. مثل هسه احنا من نريد نسأل كيف حالك، يعني نريد نسأل عن الحال، بما نسأل بنسأل بكيف. فهنا من نريد أسأل كيف جاء محمد، هنا يكون جوابي جاء ضاحكا، إذا ضاحكا هو الحال. ما دام كان جوابي لكيف هو ضاحكا، إذا ضاحكا هي الحال. صار واضح؟ زين، عادة الطالبات مسرورات. هنا عندنا مسرورات هي الحال، شلون؟ أول شيء هنا عندنا الشروط نكرة، زين، اسم منصوب، لأن هنا شنو عندنا؟ منصوب علامة نصب الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. زين، والمعرفة بينت هيئة الطالبات اللي هي صاحب الحال، صاحب الحال هن الطالبات، فالطالبات هنا عندنا معرفة، إذا صاحب الحال يكون معرفة والحال يكون نكرة. زين، فهنا من أريد أسأل كيف عادة الطالبات، نقول عادة الطالبات مسرورات. ما دام هنا كانت مسرورات هي جواب لكيف، إذا مسرورات هي الحال، إذا مسرورات هي الحال. هنا عندنا ملاحظة، علامة الحال أن تكون جوابا لكيف. كيف عادة الطالبات؟ عادة الطالبات مسرورات.
فهنا عندنا مسرورات هي الحال. صار واضح؟ زين. اذا هسه شنو عرفنا عن الحال؟ الحال هو اسم نكره ويكون منصوب ويبين حاله صاحب الحال. هنا كيف جاء محمد؟ جاء محمد ضاحكا. كيف عادت الطالبات؟ عادت الطالبات مسرورات. زين. هنا عندنا ملاحظه، صاحب الحال يعرب حسب موقعه في الجمله. يعني هنا عندنا محمد يعرب حسب موقعه في الجمله. شنو هنا اعراب محمد؟ عندنا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد راح يكون فاعل، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. صار واضح؟ زين. عادت الطالبات مسرورات، هنا عاده فعل، تاء ساكنه لا محل لها من الاعراب، والطالبات راح تكون هي الفاعل، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. صار واضح؟ فهنا اجى صاحب الحال، شنو اجى؟ اجى فاعل مرفوع. زين. هذا صاحب الحال يا اما يكون فاعل اسم ظاهر او ضمير. هنا شنو عندنا؟ صاحب الحال اجى اسم ظاهر، هنا اجى اسم ظاهر وقد ياتي ضمير. زين. او يكون نائب فاعل، هنا مو فاعل وهنا فاعل، او قد ياتي نائب فاعل، او ياتي مفعول به، او ياتي مجرور. يعني هذا صاحب الحال يا اما يكون فاعل او يكون مفعول به او يكون نائب فاعل او يكون مجرور، يعرب حسب موقع في الجمله. اما الحال، الحال يكون دائما منصوب. شلون اعرب الحال؟ الى اعراب واحد يكون حال منصوب وعلامه نصبه، يا اما الفتحه اذا كان مفرد، والياء اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم. فهنا عندنا ضاحكا مفرد، فاقول حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه. هنا مسرورات، حال منصوب وعلامه نصبه الكسره بدل الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. بالملاحظه ما ذاكره انه كذلك بالكسره بدل الفتحه اذا كان جمع مؤنث سالم. صار واضح؟ زين. هسه راح ناخذ امثله عن هذه الملاحظه. هذه الملاحظه اكررها انه صاحب الحال يعرب حسب موقعه في الجمله، يعني اذا كان فاعل راح يكون فاعل مرفوع، او نائب فاعل كذلك راح يكون مرفوع، اجى مفعول به راح اقول مفعول به منصوب، اجى مجرور اقول اسم مجرور وعلامه جره الكسره. فصاحب الحال يعرب حسب موقعه في الجمله، اما الحال الى اعراب واحد هو حال منصوب، حال منصوب اما علامه النصب يا اما الفتحه او الياء او الكسره بدل الفتحه. فهنا راح ناخذ امثله مثل عاد المتسابق مسرورا. هنا عندنا الحال هو مسرورا، مسرورا شلون؟ هو اسم منصوب ونكره بين حاله صاحب الحال. منو صاحب الحال؟ صاحب الحال هو المتسابق. المتسابق هو صاحب الحال. طبعا هنا عندنا صاحب الحال اجى معرفه، معرف بال. زين. فهنا اذا اريد اتاكد انه هذه مسرورا هل هي حال، هنا علامه الحال ان تكون جوابا لكيف. فهنا من اريد اسال بكيف، شو اقول؟ كيف عاد المتسابق؟ عاد المتسابق مسرورا، اذا مسرورا هي حال، هي حال. فهنا اقول عاد فعل، المتسابق فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره على اخره، مسرورا اقول حال منصوب علامه نصبه الفتحه. زين. هنا عندنا المثال الثاني، شاهدت السيارتين مسرعتين، شاهدت السيارتين مسرعتين. هنا عندنا مسرعتين هو حال، حال منصوب بالياء لانه مثنى. زين. هو حال، طبعا اسم نكره منصوب، اذا مسرعتين هي الحال. شنو بينت؟ بينت هيئه صاحب الحال. صاحب الحال من هنا السيارتين، لان انا هنا جاي اتحدث عن السياره، عن السيارتين. اذا السيارتين هي صاحب الحال، هي اللي يكون صاحب الحال. زين. اريد اتاكد فراح اسال بكيف، اقول كيف شاهدت السيارتين؟ جوابنا شاهدت السيارتين مسرعتين، اذا كان الجواب لكيف، اذا مسرعتين هي حال. زين. فهنا الاعراب شلون يكون؟ شاهد فعل وتاء الفاعل، سيارتين راح يكون مفعول به، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى، مسرعتين هو حال منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. صار واضح؟ فهنا عندنا صاحب الحال مره جانا فاعل مرفوع، مره جانا مفعول به منصوب. اما الحال هو دائما يكون حال منصوب، هنا عندنا بالفتحه لانه مفرد، وهنا بالياء لانه مثنى. زين. هنا عندنا مثال ثالث، خلق الانسان ضعيفا. هنا عندنا خلق، طبعا هو فعل مبني للمجهول. زين. الانسان هو النائب فاعل، نائب فاعل، والنائب الفاعل ايش راح يكون؟ راح يكون نائب فاعل مرفوع،
وعلامة رفعه الضمة. زين، ضعي الفن هو حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فهنا شنو إجاني صاحب الحال؟ إجاني صاحب الحال نائب فاعل. صار واضح؟ زين، طبعا هنا عندنا اسم نكرة اسم معرفة، اسم نكرة اسم معرفة، اسم نكرة اسم معرفة. زين، المثال هنا عندنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هنا عندنا صاحب الحال، من هو صاحب الحال؟ هنا إجانا صاحب الحال هو ضمير، اللي هو ضمير النا، ضمير النا. هنا ذكرت أنا بالملاحظة إنه صاحب الحال يعرب حسب موقع في الجملة، أما يكون فاعل وهذا الفاعل يا أما يكون اسم ظاهر أو ضمير، طبعاً وهذا الضمير يا أما يكون ضمير متصل أو ضمير مستتر. صار واضح؟ فهنا عندنا هذا الضمير المتصل اللي هو ضمير النا هو صاحب الحال، وما خلقنا. فهنا صاحب الحال هو النا. زين، هنا عندنا الحال هو لاعبين، لاعبين هو الحال، بينت هيئة صاحب الحال. فهنا عندنا لاعبين هو حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. صار واضح؟ هنا عندنا مثال ذهبت إلى المدرسة مسرعا. طبعا هنا عندنا مسرعا هو الحال، فهنا من أريد أسلب كيفه؟ كيف ذهبت إلى المدرسة؟ ذهبت إلى المدرسة مسرعاً، إذن مسرعاً هو الحال، حال منصوب على نصبه الفتحة. زين، صاحب الحال هنا شنو إجا؟ إجا مجرور، إجا هنا مجرور. لاحظوا، ذهب فعل وتاء الفاعل إلى حرف جر المدرسة هو اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فهنا إجا صاحب الحال هو مجرور، أما الحال هو دائماً يكون منصوب. زين، هنا عندنا مثال الأخير ذهبت مسرعاً، ذهبت مسرعا. هنا صاحب الحال اجاني ضمير وهو ضمير التاء، لان انا اللي جاي اتحدث عن نفسي ذهبت مسرعا، اذا هنا عندنا التاء هو اللي صاحب الحال، تاء الفاعل هو صاحب الحال، ومسرعا هو حال منصوب. كيف ذهبت؟ ذهبت مسرعا، اذا مسرعا هو حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه. صار واضح؟ هنا عندنا ملاحظه قد ياتي في الجمله اكثر من حال، مثل جاء الرجل مسرورا ضاحكا، جاء فعل الرجل فاعل. زين، مسرورا هنا بينت هيئة الرجل، كيف جاء؟ جاء مسرورا، فهنا عندنا مسرورا هو حال منصوب علامة نصب الفتحة. ضاحكا كذلك بينت هيئة الرجل، كيف جاء؟ جاء مسرورا ضاحكا، إذا ضاحكا كذلك حال منصوب علامة نصب الفتحة. فقد يأتي في الجملة أكثر من حال، فهنا عندنا مسرورا حال وضاحكا حال. صار واضح؟ هذا كل ما يخص بموضوع الحال. هنا عندنا الحال دائما يكون هو منصوب، فهنا عندنا ياما يكون منصوب بالفتحة أو منصوب بالياء لأنه مثنى، أو منصوب بالكسرة بدل الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم، أو منصوب بالياء كذلك إذا كان جمع مذكر سالم. أما صاحب الحال لا، راح يعرب حسب موقعه في الجملة، ياما يكون فاعل، يجي فاعل، يجي مفعول به، يجي نائب فاعل، يجي ضمير، ضمير النا مثلا هنا، يجي مجرور، وكذلك هنا عندنا تاء الفاعل. أو قد يكون صاحب الحال هو ضمير مستتر، مثل تبسم ضاحكا. هنا عندنا صاحب الحال هو ضمير مستتر تقديره هو، وضاحكا هو الحال. هسه راح نحل تمارين الحال صفحة 113. هنا عندنا تمرين الأول استخرج الحال وصاحبتها مما يأتي وبين علامة نصب الحال، يعني نستخرج الحال وصاحب الحال وعلامة النصب. هنا عندنا أولا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فهنا عندنا الحال هو لاعبين، الحال لاعبين اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحب الحال. فهنا عندنا لاعبين هي الحال، علامة النصب هي الياء، علامة النصب منصوب علامة نصبه الياء. صاحب الحال هو ضمير النا، ضمير النا وما خلقنا، وما خلقنا هنا عندنا النا هو صاحب الحال. زين، النقطة الثانية قال الشاعر ومن يتتبع جاهدا كل عثرة. هنا عندنا جاهدا، جاهدا هو الحال. زين، هنا العلامة مالته جاهدا الحال، العلامة النصب هي الفتحة، وصاحب الحال هو الضمير المستتر تقديره هو. ومن يتتبع هنا شنو الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إذن هنا عندنا صاحب الحال هو الضمير المستتر. زين، نقطة ثلاثة حضرت الطالبات محتشمات. هنا عندنا محتشمات هي الحال، وعلامة النصب الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، والطالبات هي صاحب الحال.
صار واضح؟ زين. نقطة 4، حي المدرس تلاميذه واقفين. هنا عندنا حالياً، هنا عندنا واقفين، هذا حال التلاميذ واقفين، وكذلك مغتبطين يعني من الغبطة من السرور. فهنا عندنا الحال هو واقفين، علامة النصب هي الياء، وصاحب الحال هو التلاميذ، ومغتبطين هنا كذلك عندنا الياء، وصاحب الحال هو واو الجماعة. هنا فتلقوا صاحب الحال هو واو الجماعة. صار واضح؟ زين. نقطة 5، أقبل السائحون على الأهوار سعداء. فهنا عندنا سعداء هو الحال، وعلامة النصب هي الفتحة، وصاحب الحال هم السائحون. السائحون هم من كانوا سعداء، إذن السائحون هو صاحب الحال. زين. نقطة 6، إذا أردت أن يحبك الناس فقابلهم مبتسما. هنا عندنا مبتسما هو الحال، علامة النصب الفتحة، وصاحب الحال هو الضمير المستتر تقديره أنت. إذا أردت أن يحبك الناس، هنا عندنا مخاطبة، إذن هنا عندنا الضمير المستتر أنت هو صاحب الحال. زين. التمرين الثاني، اقرأ الجمل فيما يأتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية. هنا عندنا 3 جمل وهذه الأسئلة مالتها. زين. عين المعارف والنكرات التي وردت في الجمل السابقة. عندنا هنا الجملة الأولى، يؤدي العاملان عملهما مخلصين. فهنا عندنا المعرفة والنكرة، هنا نقول المعارف والنكرات. هنا عندنا المعارف هي العاملان معرف بال، والنكرات هنا عندنا مخلصين. زين. النقطة الثانية، بعث الله الرسل مبشرين. هنا عندنا الله والرسل هو من المعارف، والنكرات هو مبشرين. زين. احترم الرجل صادقا، هنا عندنا الرجل من المعارف طبعا معرف بال، والنكرات هو صادقا. فهنا عندنا المخلصين ومبشرين وصادقا، هذه حال، اما المعارف هو صاحب الحال. صار واضح؟ زين. هنا نقول ضع خطا تحت الحال وخطين تحت صاحب الحال. هنا عندنا العاملان هو صاحب الحال، هنا نضع خطين وخط واحد على الحال، طبعا الحال هو مخلصين مبشرين وصادقا، هذا نخلي خط واحد. زين. وصاحب الحال هنا عندنا الرسل نخلي خطين، والرجل كذلك هنا نخلي خطين، والعاملان طبعا هو صاحب الحال. هنا عندنا السؤال، اجعل كل اسم مما يأتي مبينا لهيئة في جمل تامة من إنشائك. عندنا متشوقة، مثمرا، ومسرعات. فهنا نقول وقفت الأم متشوقة لبنتها، وزرعت شجرا مثمرا، وعادت الطالبات مسرعات. هنا عندنا متشوقة، مثمرا، مسرعات، هذا حال. زين. التمرين الثالث، مثل لما يأتي بجمل مفيدة. أولا، حال علامة نصبها الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. هنا نقول أقبلت اللاعبات فرحات. هنا عندنا فرحات هو حال، راح يكون منصوب بالكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. زين. حال علامة نصبها الياء وتدل على 2. هنا نقول شاهدت سيارتين مسرعتين. هنا عندنا مسرعتين حال منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى. زين. حال صاحبها اسم مجرور بحرف الجر. هنا نقول أثنيت على الصديق مخلصا. هنا عندنا على الصديق، الصديق هو صاحب الحال، يكون مجرور وعلامة جره الكسرة. زين. حال علامة نصبها الفتحة، هنا نقول حضر الرجل مبتسما. حضر فعل، الرجل فاعل، مبتسما، حال منصوب علامة نصبه الفتحة. زين. نقطة 5، حال صاحبها نائب عن الفاعل. فهنا نقول تؤكل الفاكهة ناضجة. تؤكل طبعا هنا فعل مبني المجهول، الفاكهة نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وناضجة هنا حال منصوب علامة نصبه الفتحة. زين. التمرين الرابع، هنا ابحث في ذاكرتك عن أسماء تكون أحوالا في كل جملة ما يأتي ثم أضبط آخرها بالشكل. أولا، تؤكل الفواكه، هنا نقول ناضجة. زين. الطالبات جلسن في الدرس، هنا نقول هادئات. زين. يبدو الهلال، هنا نقول واضحا. زين. تجاوزت الشارع مسرعا، ونعمل على حفظ النظام ملتزمين. هذا حل السؤال الرابع. السؤال الخامس، هنا يقول اعرب ما كتب باللون الأحمر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا عندنا دائبين، هو هنا نقول حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وهنا عندنا المصلي ساجدا أقرب إلى الله منه راكعا. فهنا عندنا ساجدا كذلك حال، يبين حال المصلي. فهنا نقول ساجدا هو حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وراكعا كذلك حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نقول حال منصوبة أو حال منصوب معناته صحيحة. زين التمرين السادس هنا على تقويم اللسان، تراجعون تقويم اللسان. يقول عد إلى تقويم اللسان ثم صحح الخطأ في العبارة الآتية: انطلق كافة الناس إلى النهر لسد فيضانه، أما المتكاسل فبقي لوحده في القرية، لوحده في القرية. هنا شنو الخطأ؟ هنا ما نقول انطلق كافة الناس، وإنما الصحيح انطلق الناس كافة، انطلق الناس كافة إلى النهر لسد فيضانه، أما المتكاسل فبقي وحده في القرية. فبقي وحده، الصحيح وحده وليس لوحده. صار واضح؟ هذا حل التمرين السادس، وبالتوفيق إن شاء الله.